اوكي انا رسميا بروحي باستديو مارينا اف ام، ماكو اي احد معي، كل من مشى، لان اللي بتكلم فيه انا معاكم بس، لان اللغه اللي قاعده تطري على بالي حاليا تسمى بلغه العيون فقط لا غير. هي لغه اللي يقدر يقراها راح يقدر يقرا اصعب احساس بالدنيا واسهله واكثر احساس غامض وأكثر إحساس واضح. من أول ما انسحرنا وعشقنا، عشقنا بسبب التقاء أول للعيون. صارت لحظة اللي تلاقى فيها عيوننا مع بعض هي من اللحظات اللي إحنا نحلم فيها يومياً. تخيل بأن البعض ما يعرف الثاني ولا عمره تقرب منه، ولكن من عيونه يحس إنه هو يعرفه. تخيل إن إحنا إذا ما نعرف بعض أقول لك أنا ما أعرفك، بس أحس عيونك فيها حزن، أحس عيونك فيها فرح، أحس عيونك فيها ألم، أحس عيونك فيها حب، أحس عيونك فيها إحساس ما ينشرح بالكلمات، لأنها لغة خارقة مختلفة تماماً، تغوص فيني وتغوص فيك. إن قريت أقرأ عيونك، وإن قريت أقرأ إحساسك، وإن قريت أقرأ كل اللي أنا أبي أعرفه عنك من خلال نظرات نتبادلها بخجل أو بصراحة. أنا مؤمن بأن لغة العيون يا جماعة هي أجمل وسيلة نعبر فيها عن اللي بقلبنا للإنسان اللي قدامنا، لأن أنا مو بيدي إذا عيوني لمعت فجأة انطرة وطاري، وأنا مو بيدي إذا عيوني ذبلت حزن إذا ذكروا لي موقف سيء مع إنسان أسوأ، وأنا مو بيدي إن عيوني تلاقط يمين ويسار إذا قالوا لي ترى وصل، وأنا مو بيدي أتحكم بهذا الشيء ولا أقدر أغمض عيني، لأن أنا غمضت عيني أنا فضحت كل اللي فيني. أؤمن جداً بأن أصدق ما قد يقال من قلبك أقدر ألاقيه بس بعيونك. لذلك أخذت على نفسي عهد بأني راح أحاول أقرأ لغة العيون كثر ما أقدر، بأني راح أحاول أتعرف على كل إنسان بحياتي من خلال عيونه، يبين نظرته المستقبلية لوين واصلة إذا سولفت معاه عن طموحه وطالع بعيد ذاك الصوب، يبين لأي درجة هو عاشق إذا تكلمت عنه وناظر الأرض، يبين لا نطق بكلمة أحبك وعيني بعينه، الله يا الإحساس الصادق حزتها، الله ما راح يقدر يكذب، خصوصا بأن دراسات لغة العيون تقول إذا كنت قاعد تكلم الشخص اللي قدامك ومال خلال كلامه بأنه يطالع الجهة اليسار أكثر فمعناته أنه هو قاعد يكذب، الجهة اليمين أكثر فمعناته أنه هو صادق. أوكي كلكم شوية واخروا، إذا حط عينه بعيني وأنا للحين حتى نسمه ما أعرفه، حتى ان شخصيته بعدي ما تعلمت عليها، وحتى ان اسلوبه لغايته الحين ماني فاهمه، ولكن بس يحط عينه بعيني ادري ان في قلبه كلام وايد قاعد يترجم. اشوفه اذا شافني وده ان الزمن يوقف علشان لقى عيوني وعيونه مع بعض ما ينتهي. صدقوني يا جماعه، اذا قلنا بان القمر انشبه باجمل الاشياء وكل ما طرينا على لساننا احد يمتاز بالوسامه أو تمتاز بالجمال قلنا عنه يشبه القمر، تخيلوا بأني أنا ضعت بعيونه، صرت ما أدري إذا قاعد أشوف بدال القمر اثنين وعشقت بدال القمر اثنين وقعدت أقرأ هالعيون الثنتين. أنا اليوم قاعد أفسر لغة عيون قريتها بس أنا بروحي بعيون هذاك اللي لغاية الحين بعدي ما عرفت أساسه، وبعدي ما عرفت كل اللي في قلبه، بعد ما عرفته عاشق ولا مو عاشق، وهو مجروح ولا طموح، وهو إنسان مرتاح في حياته ولا محتاج إنه يفضفض، ما أدري. كل اللي قاعد أسويه هو أني قاعد أنتظر أول لقى بين عيوني وعيونه علشان أفسر أكثر. لغة العيون يا جماعة هي أكثر ما يستهويني من بين الأحاسيس كلها، وهي أصدق ما يمكن أن أقراه بعيون البشر أجمع. إن عرفت إحساسك بعيونك راح أعرف أقراك كلك. جربت مرة أنك تخلي اهتمامك بعيون الشخص اللي قدامك أكثر من أي شيء ثاني؟ يا رب إن شاء الله عيونك ما يكون فيها خذلان أبد، ويا رب عيونك اللي يشوفها يشوف فيها السعد، يشوف فيها الحياة الحلوة. يا رب عيونك تكون دايما عيون مبتسمة، يا رب عيونك دايما تطالع المناظر الحلوة، يا رب عيونك دايما تدل الفرح. وانت يلي عشقتك من عيونك، اليوم قررت بأن بالإضافة إلى لغتي الأم أدرس لغة العيون، لأني محتاج أقراك،
ما كان الموضوع في بالي نهائيا، ولكن من أول لقى بين عيوني وعيونك